وبلا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بعد أن وجه عددا من الاتهامات لهذه المنظمة، قُبل بانتقادات كثيرة من طرف منظمات دولية فضلا عن عدة دول. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا الزميلة مريم تسوري في فقرة الشاشة التفاعلية. مساء الخير مريم. مساء الخير عبد الله، أهلا بكم مشاهدينا. قرار تعليق المساهمات الأمريكية الممنوحة لمنظمة الصحة العالمية أثار ردود أفعال دولية واسعة، معظمها نددت بهذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما اعتبر أن هذه المنظمة أخفقت في واجبها الأساسي وأدارت بطريقة سيئة الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا. مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عبر عن أسفه لقرار ترامب، مؤكدا أن المنظمة وبعد وقف هذا التمويل الأمريكي ستعمل مع شركائها لسد أي نقص قد تواجهه، وكذلك لتفادي أي توقف في المهام المبرمجة على جدول الأعمال. منظمة الأمم المتحدة اعتبرت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس أن توقيت القرار ليس مناسبا على الإطلاق، منشددا على أن الأزمة لا تتحمل الآن خفض موارد منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى منخرطة في الحرب ضد وباء كورونا، مشيرا إلى أنه سيأتي لاحقا الوقت الذي يمكن فيه تقييم أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة. الاتحاد الأوروبي جاء رده بأنه لا توجد مبررات لتعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة، خصوصا أنها تأتي في وقت يقول التكتل الأوروبي تعتبر فيه جهود هذه المنظمة العالمية ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف انتشار هذا الوباء العالمي، معتبرا أنه فقط بتوحيد القوى يمكن التغلب على هذه الأزمة. الصين التي وجه لها الرئيس الأمريكي مرات عدة انتقادات بسبب الأزمة الصحية الحالية ردت على قرار ترامب بمطالبته بالوفاء بالتزامات بلاده تجاه منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم بلغ مرحلة حرجة وأن قرار واشنطن سيؤثر على جميع دول العالم. أما الحكومة الألمانية فاعتبرت أنه في الظروف الصحية الحالية إلقاء اللوم لا يفيد على اعتبار أن العالم الآن يكافح لمحاربة جائحة كورونا التي لا تعرف حدودا، كما شددت الحكومة الألمانية على العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19 وتقديم الدعم اللازم لمنظمة الصحة التي ينقصها التمويل كتطوير وتوزيع معدات الفحص واللقاحات.